الأزمات المالية ده ملعب الشيطان، هو محترف فيها وعنده منهجية واضحة جدا لصياغة الفخ وصناعة أزمة نفسية من وراء الأمور المالية المادية. الشيطان أول حاجة بيعملها الأداة الأساسية عنده اغتيال الشعور بالنعمة ثم المقارنة. يعني إيه اغتيال الشعور بالنعمة؟ يعني يبدأ يقولك شوف أنت مزنوق إزاي ومش عارف تعيش ومش عارف تجيب اللي نفسك فيه، أنت لحد النهاردة مش قادر تحوش حاجة، أنت دخلك قليل رغم أنك تستحق أكتر من كده بكتير، هتقعد كام سنة عشان تبقى زي الناس اللي حواليك؟ تبدأ بقى المقارنة. مش إبليس قال لرب العالمين خلقتني من نار وخلقته من طين، وعارف ان المقارنة دي اتبنى عليها سواد قلبه وفساد وعلاقة بربنا اتقطعت، فهو في الملف المالي بيلاقيها فرصة. يعني هو حلال ليهم وحرام عليك، يعني انت الدنيا جاية عليك انت بس واقفة، وهم ينفع ياخدوا اللي هم عايزينه، هو ربنا مش عايز يفتحها عليك ليه؟ هتفضل لحد امتى عايش في الضيقة دي ونفسك في حاجات ومش عارف توفرها ودخلك مش مكفيك؟ ده ايه الدنيا الصعبة دي؟ ويبدأ يقول له عارف ايه الحل؟ الحل الوحيد دخلك يبقى كذا، 5 أضعاف 10 رقم طلب محدد هو عارف انه مش موجود دلوقتي. مع ان الحقيقة ان رب العالمين في اوقات معينة مع بعض الناس بتلاقي الدخل تضاعف مع بعض، بس محدش يعرف امتى. يا إما في ناس هو ده حلها وهو ده دخلها، لكن هو يبدأ يحسسني إن أنا مش هعرف أعيش بالفلوس دي ويخنقني دلوقتي. أنا فاكر من 10 سنين كده أو أكتر كان نفسي أشتري عربية معينة، وكانت العربية دي بالنسبة لي يعني حلم حياتي، أنا بحبها جدا وعايز أجيبها، ولما جبتها كنت طاير من الفرحة. مرة وأنا راكبها بعد كذا سنة كده، بعد 3 4 سنين، لقيت إحساسي إن أنا متضايق منها أوي ومستقلها، وشايف عربيات تانية حواليا شايفهم كلهم أحلى منها، وبدأت أتضايق منها وحاسس إن هي إدمت ومش عجباني، وشايف كل يعني كل حاجة حلوة فيها شايفها عيب ومش مبسوط بيها. بعد كده قعدت مع نفسي لحظات، مش دي العربية اللي كنت قريب جداً من 2 3 سنين حموت عليها؟ طلب واضح وربنا حققه لي، لكن الشيطان بعد كده أفسده عليا، فرجعت نفسي إيه ده، أنا بكفر بالنعمة، أنا بجحد بنعمة ربنا. هو ده بالظبط فخ الشيطان. وبعد الإنسان ما يشعر بالضيقة ويكره النعمة اللي في إيديه ويبدأ يقارن نفسه بالآخرين، يبدأ بقى الكسرة والهدم. يبدأ الشيطان يقوله عارف أنت السبب في دخلك القليل، أصل أنت مش كويس، معاصيك كتير جدا فربنا مش هيديلك، بيكسره. أصل أنت مش مميز في شغلك، أنت مش شاطر، اللي حواليك أحسن منك، فيفقد الثقة في نفسه، يبقى ما عندوش القدرة على التطوير ولا الإبداع ولا عنده طاقة أنه يشتغل أصلا، ودي وسيلة الرزق، يعني يفضل وراه لحد ما يحرمه من الأساس، فبالوقت لا قادر يشتغل ولا قادر يقوم، بل بالعكس ممكن يكتئب. وهو رب العالمين قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. مش لازم تبقى الفحشاء ان انا اسرق، ولكن ممكن تبقى الفحشاء ان انا اكره النعمة اللي ربنا اديها لي وما احسش بيها، الى ان اتخنق والنعمة تبقى في ايدي واكتئب وادخل بقى في سكة كلها انهيارات. وربنا لما قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، مش معناها ان انا لازم لما اكون حاسس ان انا رزقي قليل ان انا اعصي ولا اسرق، لا، إن أنا أكفر بالنعمة في حد ذاتها مكسب كبير للشيطان، أبقى مش حاسس بالنعمة اللي عندي فصلني عن النعمة، وبعديها أبدأ أكتئب وأبقى متضايق من حياتي وزعلان من ربنا ورافض كل النعم اللي حواليا قدر يوصلني في حتة أبقى مخنوق فيها، كاره عيشتي وكاره النعمة وكاره قدر رب العالمين فيها.